السلام عليكم. تنقدم لكم نفسي الحاج طمغرة تريطور في شارع الخليل حي مولاي عبد الله. دينا هذه الحرفه من 1980. الحمد لله احنا غاديين فيها بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. عايشين وعايشين معنا الناس، الحمد لله، اللهم لك الحمد. الخدمات اللي كنقدموا للناس، كنخدموا كل شيء، كنخدموا العراسات، كنخدموا لي ريسيبسيون مع الشركات، كنخدموا الجنايز، كنخدموا الخطبات، كنخدموا اي حاجه ضيافه، اي حاجه كاينه الحمد لله تنتعاملوا فيها، لا مع شركات ولا مع بارتيكولي، كل شيء كنخدموا معهم الحمد لله. دابا ملي كانوا القاعات راه معروفين، راه تنمشيو ليهم في الاعراس وداك الشيء كيديروا القاعات، كاين الاجتماعات ديال الشركات كاين بلايصهم في القاعات ولا في الشركه عندهم. الديور راه كيكون داك الشيء تتكون العقيقه ولا تيكون الضيافه ولا كتكون طبا ولا كيكون هذا الشيء تيكون في الديور. في هذا الوباء اللي حنا عايشين منه دابا، اللي عايشين فيه دابا، كاين الناس اللي كيديروا هذه الخطوات ما يمكنوش يدير العرس، لان كيدير ثلاثه طوابل جوج طوابل الى قدر الى اسميتو. هذا هو اللي كاين في هاد اسميتو. النهار قالوا لنا سدوا سدينا، ريحنا في ديورنا كلشي مريح، اللي عنده شي حاجه تحت منه راه كياكل منها وكيدرس بها مع الخدامه ديالو مع الناس ديالو، واللي ما عندوش مسكين راه ليه الله سبحانه وتعالى. وكاينين الناس الله يكون في العوان اللي باعوا الماتريال ديالهم، كاين اللي باعوا حوايجهم، كاين اللي باع بزاف ديال الحوايج وداكشي في هاد اسميتو هذا، الله يكون في العوان. حتى عاود جات الفراج ديال سميتو، بدينا ثاني كان شويه هكاك شتا كنرجعوا داك الشيء سميتو، لان عندنا الخدامه، عندنا الناس اللي مديكلارين، كاين الناس اللي ما مديكلارينش، كاين العيالات اللي عندهم اليتامى وعندهم سميتو ساكن هكا، ها الميناج، ها الطيابات، ها كلشي، كله كيدير رزقه. كاين اللي طالب مع شغل كيجي كيخدم معك النهار وكيمشي في حالته، وهذا هما اللي كيبقاو فينا بصراحه، لان ما شاء الله وصافي. والناس اللي مديكلارين عندهم لاسينسيست، بعدا الدوله راه كانت شويه في لاسينسيست واحد 12 شهر ولا 10 شهور تيعطوهم سميتو ديالهم. الحمد لله راه تعاونوا، وخا لاسينسيس كتعاون، ولكن هذاك اللي كيتسنى هذاك لاسينسيس باش تجي ديك سميتو خصو ما ياكل قبل ما تجي لاسينسيس. حنا ما كان سميتو جهدنا درناه، اللهم لك الحمد. حنا ماشي ضد نسدو ولا ضد نبركو ولا شي حاجه، هو غير اللي خاصنا هو البديل، ما كاينش البديل باش الناس تسميتو. كون كان غير البديل فين شي خدمه، كل شيء واقف، راه ما كاينش واحد اللي هو اسميتو، راه واخا تلقى السيد حل المحل والشركه كاع تلقى حل اسميتو، ولكن لي شارج ربما ما كيغطيش لي شارج ديالو. نفس المشكل حنايا، هذا هو اللي وقع لنا، هذا هو اللي كاين. هو انا كنهضر على راسي، انا كننصح الناس اللي عندهم محلات ديالهم وعندهم الشركات ديالهم مزيان ينخاط في لاسينيسيس، لان هذاك المشغل لك هذاك السيد اللي خدام عندك راه يستافد من المرض، يستافد من بحال هكا نيت بدا يقول لك الدوله سد، حيت ما غاديش يكون الدوله اللي قالت لنا راه كمصلحتنا باش كتقول لك سدوا، باش ماشي اسميتو، خص هذاك الخدام فين يستافد. كاين الا كان لاسينيسيس هذا مزيان معقوله، بكل صراحه الواحد ما خصوش يكون ضدها ولا يكون سميتو، معقول باش يدير لاسينيسيس ويدير المسائل ديالو. وراه من طبيعه الحال لان الناس اللي مديكلارين وخدامين عندك خدامين معك راه هما سميتو، ولكن ملي كتكون الخدمه، ملي كتكون عندنا الخدمه وداك الشيء سميتو، انا عندي مثلا عندها تكون عندي 20 واحد ولا 15 واحد مديكلاريا، وانا يمكن لي في الليله يمكن نخدم 80 ولا 100 واحد. هذوك الناس كنعيطوا لهم كيخدموا في الصباح كيتخلصوا يمشيو في حالاتهم، الغد يمشيو في حالاتهم، ولكن اللي عندنا راه ما يمكنش يغطيو لك سميتو، هذوك راه ما يمكنش يغطيو لك، هذوك كيخدموا غير بحال هكا. الاستمرار ديال الخدمه، مثلا عندك لا ريسيبسيون، عندك جوج طوابل، عندك ثلاثه طوابل، عندك اربعه طوابل، ولكن ملي كيكون العرس ويكون كبير راه تكثر باش تجيب الناس ديال سميتو من السوق ضروري، من طبيعه الحال، من طبيعه الحال. يمكن تكون انت تخدم حتى 100 واحد في الليله، يمكن بصراحه. حنا كيقول لك هذا القطاع ما عندوش ما تبع حتى شي حاجه، ما تبع لا التجاره، ما تبع حتى الخدمات، ما تبع حتى ماشي مهيكل. انا مديكلاري شركه، انا عندي شركه مديكلاري شركه، انا ما شكون اللي غنتبع، انا نتبع التجاره ولا نتبع اسميت ما عرفتش. انا داير كنخلص الضرائب،
كنخلص لا تي فيا، كنخلص المسائل ديالي، كنخلص لا سينيسيس، كنخلص لي جير، كنخلص كلشي، كنخلصو الناس اللي عندي خدمه. ولكن انا ما عندي حتى شي اتجاه اللي غادي نمشي ليه، ما عرفتش، ما فهمتش انا بلا متبع. انا عندي شركه وكنخلص القوانين ديالي، ولكن ما متبع حتى شي حاجه، ما عرفتش شكون اللي غادي يعوضنا. حنايا حنا ما كاينش اللي غادي يعوضنا الا الله سبحانه وتعالى، لان حنا غير الخدامه اللي كنهضروا عليهم هما اللي لا سينيسيس مزيان. ولكن حنا شخصيا يعني باسمو ديالنا، حنا راس مالنا ولا سميتو اللي دخلنا فيه هذه عامين وحنا كنطحنوا فيه، راه حنا كملنا الحمد لله. سامحني، شكون اللي غادي يعوضك الا الله سبحانه وتعالى؟ لا هذاك ملي كتجيك الضريبه كتمشي تخلصها، ما تيسولوكش شنو هو، لا والو، كتخلص الضريبه، خصك تخلص، خصك تخلص، ماشي اسميتو ما يرحموكش، خصك تخلص الضريبه. لا تي في تجيك في سميتو 3 شهور اسميتو، خصك تخلص، انا تخدم مع الشركه خصك تعطيها فاكتوره، وكتعطي فاكتوره لهذا وتعطي فاكتوره لهذا، تجيك لا تي في خصك تخلص اسميتو التريميس ديالها، ما كاينش اسميتو ضروري، لا كونطابيليتي ما غاديش يرحمك في اسمو. هذا هو اللي كاين. حنا نتمنوا ان شاء الله الخير عند الله سبحانه وتعالى، الله يرفع عنا هذا الوباء، الله يرفع عنا هذا الوباء. كما قلت لك احنا ماشي ضد باش نوقفوا، احنا بغينا نريحوا كاع ونسميتو، ولكن ولكن بغينا نخدموا، بغينا الناس تخدم، الناس ولا بغات غير تخدم، ماشي قضيه اسميتو، حيت ماشي غير الدومين ديالنا حنايا، ماشي غير هاد القطاع، راه كاين بزاف، كاين الحمامات، كاين لي سال سبور، كاين بزاف ديال الحوايج اسميتو واقفين. حنا بغينا نخدموا، ماشي بغيناش نخدموا، ما نطلبوا حتى واحد الا الله. اي هذه من طبيعه الحال، حنا لحد الان حنا الناس ديالنا دابا نيت تنقولوا الا ما كانش الفاكسان ما غاديش، اسمع تنقولوا سير ديال الفاكسان، ما يمكنلكش ما تخدمش الا ما جبتيش الفاكسان. هذا من طبيعه الحال، حيت عندي خمسه ديال الناس ولا 10 ديال الناس في لابو في الوسطى سميتو، الا كان واحد ما دارش الفاكسان ولا شي حاجه راه ما يمكنليش شي غادي يقدر يجيب لي سميتو ويعادي الناس. هذا من طبيعه الحال، راه سي نورمال، حنا كنطلبوا من الناس يديروا التلقيح ديالهم. كما درنا كلنا سميتو الحمد لله، حتى اللي عنده 15 عام و 16 عام راه يمشي يدير التلقيح، ماشي ما يديرها شيء. نتمناو الخير، نتمناو ان شاء الله يحيد هذا الوباء ونخدموا وترجع الحياه كما كانت ان شاء الله بجد الله، والله يرفع هذا الوباء على جميع المسلمين وعلى جميع الامه ان شاء الله بحول الله.